كيفية تفعيل هذه الخطط والمقترحات الحقيقية ما بين الإعلام والمفوضية مبدئية، ونتوكل على الله نشوف برنامجنا. وحتى لو عندكم أي ملاحظات بعدين على العلاقة بين الإعلام وسائل الإعلام، كيف نوصلوا للناخبين والناخبات، وكيف حتى العملية الانتخابية تنجح جدا في الحال بعض الجلسات النقاش. أكيد أنا حازم مني إن شاء الله. معلش ضرب مثال زي ما صار في دولة السنغال في 2000. من هذه الدورة هي تعزيز التواصل ما بين المفوضية وما بين وسائل الإعلام، وطرح كل الإشكاليات والمعوقات التي يمكن أن تعيق التعاون، وأيضا طرح خطة التوعية الانتخابية التي قمنا بتصميمها في قسم التوعية، وبحث آليات تنفيذ هذه الخطة وأين يكون دور الإعلام مع المفوضية كشريك في تنفيذ هذه الخطة. أي شخص لديه توقع يتفضل وناخده حوالي 10 أو 15. تفضل بسرعة. أولا أنا لاحظت أن العدد الآخر ممكن حتى نخليها واحدة من محاور النقاش في الجلسات القادمة إن شاء الله. وسائل الإعلام المحلية قادرة أن يلبوا إليها يعني من خلال الحوار والمشاركة، وكذلك الأستاذ اللي أعطتنا المحاضرة وشرحت لنا كثير من النقاط اللي كانت غايبة علينا، وأهمية الإعلام اللي ممكن ضعف في فترة من الفترات في تسليط الضوء والتثقيف وتوعية المواطن داخل المدن اللي احنا نبثولها. ففعلا كانت في إضافة جيدة منذ بداية المحاضرة، وإن شاء الله الاستفادة تعم للجميع، ويكون فيه في بقية المحاضرات إضافات جديدة إن شاء الله في حياتنا العملية في المجال الإعلامي فيما يخص التوعية والتثقيف بدور الناخب والمترشح وضرورة المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات. نعرف أن عامة الشعب سواء كان هم ضم كل الإذاعات على مستوى ليبيا، وتكون مثلا منصة على الإنترنت على الناخبين يتواصلوا بشكل أسرع وبشكل أفضل، وأن هي موجودة جسم سياسي مستقل. تمام، هو سياسي كمفوضية وطنية، والانتخابات ممكن لاحظتوا الشيء هذا حتى من خلال رافضين للمفوضية في نجاح العملية الانتخابية. المدة الماضية بما يخص فترة الربط والمرحلة الأولى من انتخابات البلدية الاجتماعية للاستفادة وللتأكيد على المشاركة للمواطن. تفضل السبب. أزمة الثقة توصل عند الأزمة الموجودة عند الطبيب الليبي. يعني الورقي ونأكدوا على دوره في عملية الانتخابية، وكيف إنه هو يعني ياخذ مجال ضمن وسائل الإعلام الأخرى، سواء القنوات المسموعة والمرئية أو السوشيال ميديا بكل مستوياتها. يعني هذه طبعا لها دور كبير في توعية الناس بالعملية الانتخابية. كيف انكم توفروا مادة لتغطياتكم من اهداف، وشوفوا عزوف المشايخ من ناحية ال ان يتناول في صدر. تمام، أنا لما نشوف الإعلام اللي يتناول في القضايا الأسبوعية، صياغة محتوى، تقديم لاشات، توفير معلومات، فشكراً. هو فعلاً عن طريق وسائل يتكلم عن الرد، طبعاً ممكن يا جماعة المواقع الإدارة التنظيمية للعملية الانتخابية وشرح البرامج الانتخابية أنك تعرف بالعملية الانتخابية اللي موجودة الآن شنو هي.